إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثمرات الاستقامة. الاستقامة نعمة من نعم الله علينا، لذلك نطلبها في كل ركعة نصليها لرب العالمين في الآية السادسة من سورة الفاتحة، ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. نكررها في كل ركعة ونحن نطلب الهداية النوعية، وهي هداية التوفيق والمعونة، لأن هداية الإرشاد هذه ممنوحة لجميع الخلق، كما في قوله تعالى وهديناه النجدين. أما الهداية الثانية التي نلح في طلبها هي هداية التوفيق والمعونة، كأننا نقول لله تعالى خذ بأيدينا فنحن ضعاف. فالدنيا عامرة بالابتلاءات، مليئة بالهموم، عامرة بالهزات، مليئة بالزلازل، كل ذلك كائن في دار الدنيا لأنها دار امتحان وابتلاء، كما قال ربنا في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالاستقامة نعمة من نعم الله علينا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء الأمر الرباني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود الآية 112، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه السورة التي شيبت الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر التي وردت في هذه السورة، ما استمعتم إليه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة نعمة، نسأل الله أن يرزقنا إياها. الاستقامة تكون في مجالات عدة، أولاها استقامة في النيات، لتكون أعمال الإنسان من الطاعات والقربات والباقيات الصالحات كلها منصرفة إلى الله عز وجل بلا شريك. لذلك قال ربنا في سورة الأنعام الآية 162، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجاءت الثمرات تترى في آيات كثيرة، منها ما ورد في سورة التوبة الآية رقم 40 في حق النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار مع الصاحب
مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. الآية رقم 40 يقول فيها ربنا عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. النصر من عند الله كما تعلمون، وما ذكرت لفظة النصر إلا وقرنت بالله، والأدلة كثيرة منها إذا جاء نصر الله والفتح، منها وما النصر إلا من عند الله، منها في الآية 40 من سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكانت النتيجة: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وورد في سورة الفتح في الآية الرابعة قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ووردت بشائر أخرى في حق المؤمنين في مثل قوله تعالى في سورة الأحقاف الآية 13: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا قال رب؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية 13 من سورة الأحقاف تشبه الآية 30 من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يأتي بيان البشائر في الخطبة الثانية إن شاء الله وقدر. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بشائر الاستقامة كثيرة في آي القرآن. لعلي أبدأ بالحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة ثمرة من ثمرات الإيمان. وقد استمعنا إلى قوله تعالى في سورة الأحقاف وفي سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله أعلنوا إيمانهم بالله وحده لا شريك له ثم استقاموا. فالإيمان لا بد أن يترجم إلى استقامة، استقامة في النيات، استقامة في التفكير، استقامة في التعبير، استقامة في السلوك وفي التصرفات. هذه هي الاستقامة المطلوبة في الوحيين، في الكتاب والسنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الحديث النبوي الشريف: قل آمنت بالله ثم استقم. وباستقرائنا للنصوص القرآنية والنبوية تتجلى لنا جملة من الثمرات. من هذه الثمرات السكينة، السكينة وهي الطمأنينة التي تملأ القلب، التي تجعل الإنسان موصولا بالله خالق السماوات والأرض، التي تجعله يتقي الله في كل مكان وفي كل زمان، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه الاستقامة التي ترفع من مقام المؤمنين إلى الدرجات العلى، هذه الاستقامة التي بها يستحق المؤمن المستقيم رضوان الله ويستحق الجنة كما ورد في البشرى. بل البشرى كما قال أحد العارفين بالله:
البشرى عند الموت، البشرى في القبر، البشرى عند البعث والنشور. ربنا قال في سورة الأحقاف الآية 13: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تلك هي البشائر، تلك هي الثمرات، فلا خوف في الدنيا ولا حزن في الآخرة. وتكررت المعاني في سورة فصلت الآية 30: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة بالحبور والسرور والبشرى، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تلك هي البشائر، وبشائر أخرى نجدها في سور أخرى وفي أحاديث أخرى، في مثل قوله تعالى في سورة النساء الآية 69: وهذه البشرى تتمثل في حسن الرفقة، كلنا يتمنى حسن الرفقة، وهي بشرى عظيمة وثمرة كبيرة نص عليها القرآن في سورة النساء الآية 69، حينما قال ربنا في الآية السادسة من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السؤال: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يأتي الجواب في سورة النساء الآية 69: الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الذين استقاموا ينالون هذا الفضل وهذه البشرى، حسن الرفقة مع النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وختمت الآية بقوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يزيدنا جميعا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الأوبئة جميعا وعن البشرية قاطبة. اللهم إنا نسألك الستر وحسن الخاتمة. اللهم الهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، على إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا به
بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.